يتجدد بكم اللقاء أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء في تواصل انطلاقات أشواطنا في هذا اليوم. وينطلق شوطنا الثاني، يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. نسير إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول، وهنا السنابي محمد بن مبارك بن سخير الكبيسي على المقدمة وعلى الصدارة، بينما في المركز الثاني الوسمي سالم بن مطر بن راشد المزروعي، بينما في المركز الثالث يتقدم هنا عند اللزوم مايد بن علي بن خلفان الكندي، بينما في المركز الرابع ياتي ايضا الباش ناصر بن حمد بن حميدي الاكتبي، ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم هملول راشد بن سعيد بن محمد المهيري. هكذا مشاهدين الأعزاء النتيجة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى الباشا ناصر بن حمد الحميد الاكتبية يبحث عن النقطة الثانية عندما قدم لنا شواهين في أول الأشواط للإبكار، ليأتي مع شوط الجعدان. بينما بالمركز الثاني يتقدم هنا اللي هو عند اللزوم مايد بن علي بن عبد الله بن خلفان الكندي، ولكن الباشا يسير مع النقطة الثانية، يسير مع النقطة الثانية لهذا شعار ناصر بن حمد بن الحميدي، ولكن عند اللزوم وصل 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 مع اللحظات الأخيرة، عند اللحظات الأخيرة غير غير غير. تهانينا لعند اللزوم مايد بن علي بن خلفان الكندي ينتزع الفوز، بينما في المركز الثاني الباشا ناصر بن حمد بن الحميدي، وثالثا الوسمي سالم بن مطر بن راشد المزروعي. التوقيت الزمني ساعة وصول بدقيقتين و14 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.